صباح الخير. في اليوم 97 ولدت الحكومة التي لا يبدو أنها ترضي الشارع أو تلبي طموحاته، ولكنها في النهاية شكلت هذه الحكومة وستعمل منذ هذه اللحظة على بيانها الوزاري المنتظر. مشاهدينا، نحن رح نتابع تداعيات هذا النهار، ردود الفعل بالشارع، كيف سيتلقى الناس والثوار هذه الحكومة، هل سيعترضون عليها، سيحاولون إسقاطها في الشارع كما توعدوا في الأمس. وأيضا سنتابع مع ضيوفنا في الاستوديو الإحاطة السياسية بكل ما جرى في الساعات الماضية. ضيفنا لهذه الفترة الصباحية الأستاذ سيمو أبو فاضل، أهلا وسهلا فيك. نشر موقع الكلمة أونلاين، عفوا بعتذر. مرة جديدة نلتقي أستاذ سيمو خلال هذه الثورة، ولكن اليوم المناسبة مختلفة. هذه الحكومة ولدت، لطالما حكينا حضرتكم حكيتوا كمتابعين سياسيين والناس للإسراع بتشكيل الحكومة، ولكن عندما ولدت هذه الحكومة الكل بطل بده إياها. شو اللي صار بتعتقد لما استدعى هذه الردة الفعل العنيفة الرافضة في الشارع لهذه الحكومة؟ في صباح الخير لك وللمشاهدين. ما في شك بدنا نقول مبروك انه للبلد صار في حكومه، لانه البلد بحاجه لحكومه. حتى اللي يعني كانوا مش ممثلين فيها وما تمثلوا فيها وعندهم اعتراض كانوا عم يقولوا البلد بحاجه لحكومه، لانه ما في يستمر، في ازمات كثير، في تحديات كبيره. انما ما فينا دائما الا يعني لو انه نحن ما شغلتنا نوصف الامور الا بالواقع الصحيح، لانه في راي عام وفي مسؤوليه. اليوم في الواحد يشوف نص الكباية الفاضي، نص الكباية المليان، بس بالواقع أنه صار في حكومة بالبلد تشكلت، لأنه البلد بحاجة لحكومة. صار في أزمات اقتصادية، صار في مشاكل أمنية، صار في تحرك شعبي، يعني هذا بيقتضي أنه يكون في إدارة للبلد. إنما بالواقع في سؤال أنه أي إدارة؟ منا عملية نعي وعملية يعني إعطاء صورة سلبية. الناس متوقعة غير هيك، يعني متوقعة تركيبة محصنة قديرة تتواجه تحديات، لا سيما انه في قرارات بدها تاخذها الحكومة، في خطوات بدها تاخذها بالداخل وبالخارج. اللي ببين في اشخاص كفؤين بالحكومة، يعني انا بالحقيقة من اول يوم ويومين من ناحية اختصاصاتهم يعني هلا بلش يطلع، اذا بدنا نقول يعني على وسائل التواصل الاجتماعي عن ما اخذ على اشخاص، انما خلينا ننطر شوي نشوف جديتها وصدقيتها. في ناس معروف عنهم انه عندهم اختصاص، انما مش كافي اذا بده يكونوا هن يعني ادوات بايد القوى السياسيه ويخضعوا يرجعوا للمشاكل السابقه. بس يعني اسمح لي هون اقول ملاحظه استاذ سيمو، يعني نحن بكل مسار تشكيل الحكومه ولا مره سمعنا عن اسماء، كل الوقت كنا عم نسمع عن وزيرين، وزير لفلان ووزير لهيدا التيار، يعني البحث جديا لم يكن لا بالاسماء ولا بالاختصاص. العالم كل اللي عرفته انه المرده طلع لهم وزيرين، التيار طلع له حصه الاسد بهذه الحكومه. كيف بدها العالم تقتنع او تطلع على اختصاص هؤلاء الوزراء وتعتبر انهم كفؤين، طالما البحث طالما الاسماء حتى لم تعطى لرئيس الحكومه الا بالدقائق الاخيره؟ ما انا بدي اقول شغله، امبارح يعني نهار الاثنين شفنا يعني على الاعلام وسمعنا انه صار في لقاء عند الرئيس المكلف كان بعده ببيته بين مفردين عن الثنائي الشيعي وبين الوزير الفرنجي السابق الفرنجي. واضحه الامور انه بعدها هي عمليه القوى السياسيه عم تقطع الحكومه. يعني مش جديد هذا الواقع. انا يمكن بدي اوصل عليه هذا الكلام، انه الناس اللي معتبره انه القوى السياسيه اللي هلا بقيت بالحكومه، يعني هي حكومه ما تبقى من قوى سياسيه او حكومه الممانعه، انما هذه الحكومه اللي انوجدت اولا تكليفها كان كثير واضح، تأليفها انه لم تتم عملا بالدستور، يعني هلا هذا كلام بالمية ما بقى حدا يهمه، بس انه كنا نقول الرئيس المكلف هو انه هو شدد على صلاحياته لتشكيل الحكومه، انه هو بالتعاون انه تفاهم مع رئيس الجمهوريه يشكل الحكومه. الكل تبين انه القوى الحكومه انه عنده اربع وزراء، انما الجميع هو حط الاشخاص اللي بيريدهم. حتى رئيسنا بيهبري اذا انتبهنا امبارح بقصر بعبدا
باللحظة الأخيرة يعني بعد ما اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الأسماء أسقط الأسماء اللي عنده يوم على توزيع الحصص يعني أسقط يعني أسماء هو يعني بمعنى أنه كانوا بالنتيجة مثل ما بيقولوا الشراب تخرج يعني هيك بيحكوا بالدارج ما حدا فيقول فإذا تابع الدستور وعملا بالدستور تم تأليف الحكومة أو بالنص. هي أول نقطة من هون الإمباكت الأساسي الموجود عند العالم بأنه مش هي الحكومة الموعودة أنه الناس اللي نزلت على الشارع اللي عندها وجع حكيت عن جوع حكيت عن فساد عن صفقات متوقع حكومة تكون يعني فيها صدمة. هي ما حققت صدمة. الأسماء ما في شك في أسماء جيدة وبحكومة السابقة كان فيها أسماء جيدة إنما الأداء السياسي هو اللي بحول الشخص الحزبي بالنتيجة إلى عسكري في هذا المحور أو في هذا المحور. فإذا المشكلة هي في التركيبة السياسية مش بالأسماء. طب أنا بدي أرجع على هيدي النقطة لأنه باللحظة الأخيرة أسقطت الأسماء. الثورة منذ 17 تشرين هي عم بتطالب بأشخاص اختصاصيين مستقلين بأشخاص عندهم كفاءة. العالم ركزوا بالشارع على هيدا الموضوع بالتحديد وبالتالي الاسم بيكون له أهمية كبيرة بهيدا الإطار. لما السياسيين رئيس المجلس وغيره من رؤساء الأحزاب بيتعاطوا بتشكيل الحكومة على أساس توزيع الحقائب والحصص وما بنحكي عن أسماء وباللحظة الأخيرة بننزل الأسماء لما بنتفق على المحاصصة، كيف يمكن لهذه الحكومة أو هن شو متوقعين من الشارع؟ هل متوقعين فعلا بهيدا الأسلوب من تشكيل الحكومة أن العالم ترضى وكأنه في استهزاء برأي الناس وكأنه في عدم مبالاة بهالمطلب الأساسي اللي هو استقلالية ونزاهة؟ ما حكينا عن أشخاص، عم نحكي كأنه يعني ما بعرف ممثلين عن أحزاب عم ينوضوا ما في أهمية للشخص بهالوزارة. ما هيدا النمط هو يعكس ذهنية وعقلية أنه إذا الناس يعني إذا هذه القوى ما راعت الحركة الشعبية، وأنا بدي أقول الحركة الشعبية تمثل جزء من اللبنانيين وجزء واسع تنقول أنه هذه الأحزاب عندها قواعدها، إنما بالنتيجة أنه هن ما راعوا يعني عملية التشكيل، عملية الاختيار، عملية توزيع المناصب وتوزيع الحقيب، خاصة مدام إذا بنلاحظ باللحظات الأخيرة هن قالوا هذه حكومة أن تضم اختصاصيين. طيب أنه بلشنا بالوزير دميانوس قطار وين كان؟ خارجي، بعدين عمل، بعدين اقتصاد، بعدين لسه على البيئة والتنمية الإدارية. وبدنا نحكي على آخرين أنه هذا كمان مثلا آخرين أنه كمان ممكن يكون شخص بالأشغال بعد شوي صار بمحل تاني. ليش؟ لأنه نتيجة التوازنات المذهبية والسياسية وحسب ما لقت الوزارات بمفهومهم هن بالحقيقة بالمادية ماليا على باب مؤتمر السادس. يعني في ناس بعدها حاطة براسها رغم أنه صار في صعوبة رغم يعني بعد اليقظة اللي عملتها الثورة وبشؤون العالم في ناس بعدها معتبرة أنه يعني الوزارات هي مصدر خير لأنه من باب يعني المادة بعد ما تغيرت الذهنيه. من هيك عم اقول انا التركيبه ما عكست انه في ناس شافت شو عم بيصير. هيدا اللي قاله هيدا الفرنجيه هيدا أنا ما تعطوني وزاره ثانيه ولا ثالثه بدي وزاره اولى. رجعنا للوزارات فيها بتعطي منفعه وبتعطي بتساعد بالانتخابات في حال صار في انتخابات والى اخره. هيدا دور حزب الله. الحكومه انا يعني أنا اكيد انا بقول انه تحت شعار بقوله مواجهة أو غير مواجهة يعني أو أنه حكومة لون واحد أنه هذه الحكومة بالنتيجة هو يعني مديرة العمل اللي هو حزب الله والنتيجة هو حلفائه يعني بقول لهم بديكم تكونوا بالحكومة ويدول الأحمر أنه هو خلص وصل قطع يعني صار مستقى كلهم يتجاوبوا وبينت. هيدا اللي ركزت عليه الصحف الأجنبية اليوم. واشنطن بوست بتقول لبنان صار عنده حكومة جديدة حكومة حزب الله إيه؟ وكمان لوموند اليوم حاكي بتقول انه هيدي الحكومة اللي عندها اللي في دور كتير كبير لحزب الله فيها واللي هو يعني مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة يعني عندهم علامات استفهام. نحن منذ تكليف الرئيس دياب طلع بالإعلام الغربي انه حزب الله يعني يسمي رئيس حكومة بلبنان. هلا هو السؤال انه الحكومه عندها تحديات بس هذه في تحديات داخليه تنيجي نقول بعدين عن نوع الحكومه وتداعياتها. في عندها تحديات داخليه يعني مثلا امبارح سمعنا نائب رئيس جمعيه الصناعيين عم يحكي نعم لجميل جميل استاذ جميل فادي جميل. انا بدي اقول مثلا انه هذه الحكومه بما فيها من قوى سياسيه شو بدها تقدم بكره مثلا اجراءات يعني وخطوات هي بتعرفهم عندها خبره عندها وزراء
يمكن حوافز للصناعيين، اعفاءات جمركيه، يعني شو بدها تعمل اول شيء موضوع الداخلي بهالمجال هيدا بمجال الزراعي لتقول مثلا بكره بدي اتفق مع ارجع احكي مع حاكم مصرف لبنان او مع المصارف بدي امن اسكان تشغل العالم وامن مساكن، يعني اول شيء بالداخل شو عندها وبالخارج شو عندها، بالخارج بدها تقعد تركز بدها تقعد مع المجتمع الدولي مع المؤسسات النقديه بدها تعمل اصلاحات، هل الاصلاحات هي فيها تغطيها؟ ثانيا خلينا نروح على نقطه اساسيه، اليوم صوره لبنان انه هو بمحور الممانعه بوجود الرئيس ميشيل عون. طيب كان الرئيس الحريري الى حد ما يوازن يقدر يدق ابواب، اليوم اذا سكر من ناحيه العلاقات الدوليه الاتيان بمؤتمر السادة باموال كان في رضا عليه من كل الجهات، عنده علاقات شخص عربية عنده أوروبية. عنده رصيد رصيد دولي بينت بعده محطات. اليوم بعد مش عارفين نحن حدود العلاقة الدولية، يعني اليوم في اتحاد أوروبي وفي فرنسيين عندهم رغبة يدعموا لبنان، بس آلية الإصراع بهذا الموضوع والتعاطي معه وضخ أموال على الساحة اللبنانية يعني لتحريك الوضع مش واضح، بعده غامض. يعني حركة الرئيس مش واضحة بعد، ولا سيما أنه كمان بدنا نقول أنه كان في محل مثلا معين يتهم سعد الحريري عم نعطي انه تنقول غطى فريق معين او بس كان يقدر سعد الحريري يعني بعباءته السياسيه يمكن يقول لهم انا بتحمل حزب الله بالحكومه او هذا الفريق، هل قادر انه حسان الديبي يروح على المجتمع ما الدولي؟ ما قدر يتحمل الرئيس الحريري يعني سقط. فشل بهيدا ايه فشل سقط ما اخر شيء هو يعني استقال، بس اعمل انه هيدي نتيجه الممارسه انه قطعت حكومه اولى حكومه ثانيه قبل ما نوصل على الشارع انه جرب انه يقدر يقول انا انه لبنان مش حزب الله، بس اعمل هل قادر هو حسان الديبي يعملها يعني يروح يقول لهم انا يعني مش حزب الله، هذا عم اقوله انا، يعني كيف في يحكي مع المجتمع الدولي من اي محل رئيس الجمهوريه بهذا الموقع، وصوره لبنان هيك والاعلام الغربي والواقع هو هيك انه كل البلد صار اليوم في يد الممانعه، طيب كيف بدك اليوم انت تفتح مع المجتمع الدولي ان كان راغب حتى يدفع، يعني اتحاد عم برجع اقول الاوروبيين راغبين يدفعوا ويقدموا للبنان لهم مصلحه بلبنان وبيعتبروه بلد عايش، بس عمليه الاتصال الكونكشن معه انا هذا اللي عم شوفها كيف وباي طريقه وباي ديناميه. طيب رح نشوف اليوم الشارع كيف عم بتحركات، يعني نحن اليوم متوقعين يكون في تحرك شعبي حسب ما تمت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، رح نشوف اذا صار في قطع طرقات مع مراسلينا المنتشرين على كل المناطق الحساسه يعني اللي قد تشهد تظاهرات. معنا عبر الهاتف الزميله ميريلا ابو خليل. ميريلا انت على اوتوستراد الزوق، هل في قطع للطرقات او هل بلشت تشوفي اي تحركات وتجمعات اعتراضا على تشكيل الحكومه؟ نعم نادين، يعني من ساعات الصباح تم قطع اوتوستراد الزوق عند النقطه المعتاده اللي هي تحت جسر يسع الملك، يعني حد المارشي دي بو، محل ما اعتادوا الثوار على قطع الطريق، يعني قطعت بالاطارات المشتعله وعلقوا المواطنين بسياراتهم لساعات، يعني زحمه سير خانقه كانت شهدتها المنطقه وصولا يعني الى غزير، يعني السير توقف كليا وحتى الطرقات الداخليه عجقه كان فيها، وذلك لانه عمدوا الى سلكة عوضا عن الاوتوستراد، كانت قطعت مثل ما سبق وذكرت بالاطارات المشتعله، ولكن الجيش عمد على فتحها منذ يعني تقريبا العشر او ربع ساعه، فتح الطريق، لا تزال الاطارات على جنب الطريق مشتعله، يعني بعد يعني هالقد سريعه كانت العمليه، عاد السير الى طبيعته نوعا ما، يعني بعد الزحمه موجوده وذلك طبعا للاحتقان يلي حصل جراء تسيير الطريق، انتشار للجيش يعني بهيدا النقطه وحتى عند التسويس، يعني هدول النقاط يلي اعتادوا الثوار على اختيارهم للاحتجاج، طبعا الاحتجاج على الحكومه يلي تم تشكيلها واعلن عنها بالامس، يلي بيعتبروها الثوار انها حكومه لون واحد وما بتمثل تطلباتهم، علما انه في عندهم بعض يعني تحفظ على اختصاص هدول الاشخاص لانه بطبيعه الحال وضعوا باماكن لا تمثل اختصاصاتهم، هذا الموضوع يلي ذكرتي حضرتك انه في تداول على مواقع التواصل الاجتماعي للنزول والتحرك، شهدناها
لساعات الصباح جزء، ولكن حتى الساعة يعني عاد السير إلى طبيعته، وما بنعرف بعد شو حتكون الخطوات اللاحقة خلال النهار أو حتى بالليل اعتراضا على الحكومة. نعم شكرا لك ميرالا، نحن أكيد رح نرجع لك برسائل لاحقة كرمال نتابع تحرك المتظاهرين ووضع الطرقات. أستاذ سيمو، خلينا نحكي عن التحديات اللي ناطرة هيدي الحكومة، عندها نقمة الشارع، عندها الأزمة المالية الاقتصادية بشكل أولي يمكن هو الطارئ الأبرز، وعند ترتيب العلاقات الدولية كرمال ترضي الدول المانحة، شئنا أم أبينا دول مانحة بدها تكون راضية على الوضع داخلي كرمال ترسل الأموال اللي نحن بحاجة لها فعلا. قدام هالتحديات الثلاثة اللي هي عناوين عريضة، طبعا في تحديات ملفات داخلية، كهرباء، ماء، طرقات، مستشفيات، كتير أمور، صناعة مثل ما حضرتك ذكرت، شو قادرة هيدي الحكومة برأيك وكنظرة أولية أنه تعمل من هالتحديات الثلاثة، الشارع، الأزمة المالية والمجتمع الدولي؟ إصلاح الفساد. أنا بدي أنطر بالحقيقة، لأنه ما في شك الإنسان ناوي يشتغل ويحقق نتيجة ويقول أنه هو أنتج، بس أنا بدي يعني شوف الأولويات عندها كيف، يعني كيف تتعاطى مع ملف الكهرباء اللي صار معروف أنه فضيحة الفضائح، ويعني السرقات والصفقات بالكهرباء موصوفة ومكشوفة. بدي انطر، ما فينا نقول قبل بوقت كيف كانت يعني كيف بدهم يعملوا، هذا السؤال. يعني هيدي الحكومه بدها تخلينا نكون مترقبين، ليش؟ لانه ما انحكى بعد، يعني رئيس الحكومه بده ما في يعبر الا عن موقف عام مثل ما حكى امبارح، في بيان وزاري هيحكي عن موضوع العلاقه السياسيه بعد يعني شهر، البيان الوزاري بعد شهر، مش بده يبلشوا يحضروه، يعني بده يبلشوا يحضروه، في عندهم يعني في مد لشهر. بس انا ما فيني اقول يعني بالحقيقه، عم اقول لك الاولويه الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي واسع، يعني الكهرباء اذا وقفت الهدر ما مليار ونص بالسنه، هودي فاتوا على الخزينه، وما بدي احكي بقلة الكهرباء انه بينتج بها السعر وبيندفع بها السعر وبتجيب البواخر، هذا موضوع ثاني، كل هالصفقات لازم توقف. هل قادر يوقف الرئيس المكلف صفقه الكهرباء بما تحمل وبدون ما نفوت بخطط بعيده المدى وقصيره المدى؟ انا عم بحكي بالملف ككل. طب اذا رحنا على موضوع قلنا الاملاك البحريه، تنبلش نحكي بمكافحه الفساد وادخال اموال على الدوله بهذا الوضع الازمه، قادر يحسم موضوع الاملاك البحريه مثلا، يعني يغطي القضاء، يغطي الاجراءات اللي بدها تتاخذ بها المجال. عم تحكي وكانه اللي رئيس الحكومه رح يكون عنده يعني السلطه المطلقه على عمل الوزراء، بتعتقد يعني الرئيس الحريري كان وما قدر يوقف ولا شيء من هول، ليش بده يقدر حسان دياب مثلا يوقف الهدر بالطاقه؟ لانه شو؟ لا تقلق، ليش الحريري قال انه اصلا الحريري يركب حكومه يعني مجموعه قوى سياسيه وفيها صقور وكانت فيها مشاكل سياسيه، كانت هذه القوى السياسيه هي عندها المصالح. اليوم اذا شخص عم نقول عنه خبير يعني وبيعرف وحكي بهالموضوع، هل هو قابل جوا، قادر جوا يعني الحسابات اللي عند القوى السياسيه بالاستفاده كانت مكشوفه، هل انه الاشخاص الاخصائيين اذا شافوا الواقع النقي الشفاف للامر فيهم يصوتوا عليه وياخذوا اجراء فيه؟ هذا السؤال. يعني انا بدي اعطي مثلا وزير الطاقه، تمام عم نحكي بهالموضوع، وزير الطاقه من فريق التيار الوطني الحر، مثلا اذا هو اصلا هو رؤيته هو بالتيار عنده نفس النظره، نفس الشيء، بس اذا كان في تتعارض مع راي الثنائي الشيعي بالكهرباء، عنده كثير الثنائي الشيعي وجهات نظر مختلفه بموضوع الكهرباء، كذلك المرضى، انه كيف رح يتعاطوا؟ بترجع الجو القديم معارك بالواسطه يعني؟ بس ما استسلموا، هن حلفاء يعني بدهم يمرقوا لبعض، كانوا حلفاء قبل واختلفوا وكان في مصاري اكثر وسرقات اكثر وصفقات اكثر، يقطعوا لبعض وما شبعوا، يعني هلا مرتاحين ما في معارضه، هلا بين بعض بفوتوا على مجلس الوزراء. كيف بنقدر نقتنع نحن او نوثق انه لانهم هالقد حلفاء وبيجمعهم خط سياسي واحد، ومثل ما قال سليمان فرنجيه حتى انه لو اختلفنا بعض الامور نحن خطنا واحد وثمانية اذار وبلش وبخلص بثمانية اذار، كيف بدنا نقتنع انه ما رح يمرقوا لبعض؟ ما هن حلفاء يعني، أولاً عندهم اهداف أولاً مشتركه أولاً سياسيه. اولا موضوع السرقات يعني خف كثير، ما بقى في اموال، ما بقى في بالدوله اموال للسرقات، وعي الحركه ما بقى في مصاري، ما بقى في يعني. وعي الحركه الثوريه يعني الناس عم بتخليهم يكونوا قلقين وما بقى في عندهم هامش يضبطوا الوضع. بحكينا هالسبان مع عمليه بدنا نشوف بكره مع هذا الواقع الجديد، مع طلب اوروبي بتطوير عمل القضاء بوجود اشخاص كفؤين فيه، كيفيه يعني اللجوء الى عمليات فتح ملفات مثلا وزاره العدل مع التيار، يعني مثلا تنتظر انه وزاره العدل
وزيرة العدل، يعني هي الوزارة مع التيار والطاقة مع التيار، رح يصير في مثلا تحقيق بملفات فساد بقلب ما هلا هو السؤال. يعني اليوم في رئيس مجلس قضاء اعلى جيد القاضي سهيل عبود، وفي مدعى عام تمييز جيد الاستاذ غسان وعدات، بينوا بعده محطات انه عم ياخذوا قرارات. بس السؤال هودي بيتكاملوا عاده، يعني اليوم فيت هذا الخط نقيب المحامين ملحم خلف، الاستاذ ملحم خلف اللي كمان عم بي يعني عم بيكون دافع نحو دافع نحو قضاء جيد، وفي باوضاتنا بالقضاء اوضاع جيدين. بس عم اقول قبل ما نوصل للوزير، يعني في ملف اجى عند المدعي العام، بتحول عند المدعي العام المالي او بدا فيه المدعي العام المالي دكتور علي ابراهيم، هو مش المطلوب يتم ادعاء ويوقف الملف، مطلوب محاكمه ومتابعه. وهون كمان في سؤال، يعني عم ينحكى عن تطوير القضاء انه لازم القاضي يصير عين قاضي، هل مطلوب اطار جديد، هيئه جديده لتنتم من قضاة يختاروا باي باب بالقرعه باي باب، يعني باي صيغه يقدروا ياخذوا قرارات؟ يعني مطلوب الاليه، يعني اليوم بده يروح هذا مطلوب من الحكومه. مثلا عم نحكي بالتعاون مع القضاء، بما انك سالتين حضرتك عن هذا السؤال، مطلوب تطوير وتحسين واعداد اليه. يعني الاتحاد الاوروبي والفرنسيين ما بدهم انه كل يوم يتم انه تعال دعينا على سيمون ابو فاضل اول يوم، ثاني يوم على سيمون ابو فاضل، بدهم هن عروه وبدون اعلام وبدون مزايدات شو صار بهذا الملف، مثل ما بيصير بالدول. ايه انه ما بدهم مزايدات، هذا المطلوب. هون مثلا بدنا نشوف وزيره مثلا العدل شو دورها. انا اوكي يحكى عنها انه اديره، بس انه اليوم احيانا السياسه بتحرق والالتزام بيحرق. يعني انا هذا السؤال اللي عم بحكيه، منا المشكله بالاشخاص، في اشخاص اجوا سابقا على اسم احزاب احترقوا وفاتوا بالصفقات، وليش؟ لانه نفذوا لزعمائهم وغطوا الصفقات والسرقات. هي اليوم قديش فيهم يكونوا محصنين؟ من هون بس سالتيني، من هيك سالتيني انه رئيس الحكومه انه اللي شو فيه يعمل، انه طبعا هو رئيس الجمهوريه فيه يلعب دور اذا شايف غلط، مش مثل ما صار بالحكومه السابقه، شافوا توظيفات سكتوا عنا، عملوا السلسله بدون تقدير، مع انه قالوا حاكم مصرف لبنان وحذرهم منها، بس كانت الحسابات الانتخابيه بالتوظيفات وبالسلسله. اليوم ما يحصل بموضوع الليره هو مترتبات عن اداء سياسي فاشل وفاسد. بس معلي خليني اسالك، يعني خلي العالم تفهم، شو اللي بس برايك شو اللي رح يتغير؟ الأحزاب نفسها، التيارات نفسها، الأشخاص اللي عينت الحكومة هن نفسهم، المحاصصة نفسها، على شو رح نتكل؟ أي نقطة هي رح تكون نافذة الأمل أنه هيدي الحكومة رح تحاسب وتقول لا على الغلط؟ لأنه شو؟ لأنه في ناس بالشارع؟ ما أنا عم فهم العالم أنه إذا رئيس الجمهورية هو ذاته اللي بالسابق وافق على هذه الخطط للغاز وهذه السلسلة وهذه الإجراءات، هيك عم أقول، وإذا إجا الفريق السياسي مقيد يعمل هذه الخطوات، شو تغير؟ هذا عمل. يعني الرئيس عون قال الحكومة السابقة هي حكومة عهده، ما بينت أنه في عليها نقمة لأنه طغى عليها أداء معين، فشلت. ما استقال رئيسها. هيدي تب حكومة مين؟ هذه حكومة مين؟ حكومة الرئيس الثانية للعهد، حكومة الممانعة، حكومة الثورة. بدنا أول شيء نحدد هي يكون عندها محاكاة لهذا. يعني إذا كانت حكومة مواجهة عندها خطوات موضوع المواجهة، إذا الإصلاح الاقتصادي عم قلك أنا خطوات أنا ما فيني أحددها كلها لأنه ما عارف شو الأولويات. من هيك عم قلك أنا ما بدي أنعي، يعني مطلوب حكومة، بس اليوم بدي أشوف هالحكومة كيف بدها تمارس، بتشفي بانتقام يعني بشفافيه. ما انا بده انطر، قلت لك ما بقى في سرقه لانه ما بقى في اموال، بس كيف بدها تغطي؟ بده ينطلب منها اصلاحات دوليه، مطلوب اصلاحات لمؤتمر الساد، في شيء له علاقه بالتفاقة، يمكن في شيء له علاقه بالبنزين، في شيء له علاقه يمكن في شيء موضوع بالجمارك، باصلاحات بالماليه. هيدا عم اقول لك اياه انه قديش هن حيكون في عندهم يعني ملاءات لهذه الخطوات، قديش فيهم يتحملوها وقديش بدها تتاخذ خطوات صلبة وصعبة فيهم يغطوها. هذا اللي عم أقوله أنا. مشان هيك عم لك أنه هذا الطاقم السياسي، يعني هذه الحكومة هي إذا بدك الحكومة هي ملحق للعهد، منا حكومة متميزة يعني بحضورها السياسي. يعني سعد الحريري مع الاشتراكي مع القوات كان إلى حد ما أنه متميز عن سياسة العهد، بس انما في حكومه رئيس ميشيل عون رئيس جمهوريتها. يعني هيدي الحكومه بعد ما توضحت، ليش؟ لانه غموض الرئيس المكلف بالكلام بعد ما وضح، حكي امبارح عن كم نقطه وبيطرحوا نقاش انه حكومه ما فيها حزبيين، بوقت شفنا انه فيها حزبيين. يعني مشان هيك عم بقول انه حكومه اخصائيين مزبوط، انما
شو بدها تنعمل هيدا مطروح بس نبلش نشوف الشغل، مش بعدين مع تقديري للناس وجهدهم وعلمهم. يعني هذا موضوع اساسي ويرفع الراس يعني للبنان اذا في شخص قدير، انما جوا في محرقه اسمها الصفقات والاعتبارات السياسيه. لو سمحت لي بدنا ناخذ غرفه التحكم المروري، ما بدنا كثير ناخرهم معنا. غرفه التحكم المروري بخصوص تطلعونا لو سمحتوا على وضع الطرقات. صباح الخير، معنا الاستاذ جوزيف غاوي، يا ريت تحطنا بصوره الطرقات المقطوعه لليوم. صباح الخير. رح نبلش اول شيء بالطرقات المقطوعه ضمن نطاق الشمال. عندنا المحمره، ساحه العبده، اوتوستراد المنيه، اوتوستراد البداوي، دوار السلام، ساحه النور، اوتوستراد المينا، واوتوستراد البالما. كمان عندنا التبانه وظهر العين. هو الطرقات كلها مقطوعه ضمن نطاق الشمال. اما ضمن نطاق اللي نازلين من بيروت، عندنا المدينه الرياضيه، تقاطع المدينه الرياضيه وتقاطع كورنيش المزرعه. نطاق الجنوب عنا على أوتوستراد الجية محلة مفرق برجة، عنا الطريق البحرية سالكة بس عليها ضغط سير كثيف. أما اللي نازلين من البقاع، عنا ضمن نطاق البقاع عنا مفرق المصنع لرشية، مفرق المرج، حوش الحريمة، غزة، مفرق ظهر الأحمر، مستديرة زحلة، سعد نايل، تعلبايا، مفرق أب الياس، وجديد تنعالي. ودول كل الطرقات المقطوعة ضمن بيروت. ضمن شكرا لك. شكرا لك. إذن طرقات كتير مقطوعة اليوم. الشمال بقى بيروت، في بس أوتوستراد ساحل. الساحل مثلا ممنوع ينقطع. بتحس إنه في تمييز بالتعامل مع هيدا الموضوع بالمناطق؟ صار في تركيز على هيدي المناطق إنه ما تسكر. هلا أولا إنه بيعتبروها مناطق إنه امتداد لرئيس الجمهورية. انه رغم انه كسروا المتن ممنوع يسكروا، مع انه بالمتن رغم انه هذا التيار في هيبة الرئيس بدأ يعني، انه رغم انه هذا التيار ما بقى له الا نائب واحد يعني بالتكتل بكسروان، هو الاستاذ رجع عزار بوقت العميد شامل روكوز انفصل، والاستاذ نعمة فريم انفصلوا لقناعتهم انه الشعب لا يريد هذا النهج السياسي اللي عم بيتمارس من قبل العهد بالتيار. وبالمتن انه في ثلاثه قطعوا ب يعني باصوات متواضعه، انما انه معتبرين انه هذه منطقه انه تعني الرئيس وهي حركه، من هيك في تركيز عليها. كما انه الناس يبدو عاطين فرصه، انه الناس هي المشكله انه الثوار منهم جماعه ديماغوجيين، منهم جماعه مذهبيين انه نحن عندنا موقف اعتراضي. هن جماعة عندهم أمل بلبنان ما حدا عم بحققه. يعني إجا عهد بثلاث سنوات ما عطاهم أمل إنه لبنان بده يجلس، ما عطاهم سياسي تما نقول وحده يعني. من هيك صار في ردة فعل. اليوم في ناس عم تتريس عم تتطلع، يعني حين دعا على تجمع حسب ما عرفت كبير إنه هيك اعتراض، بس في ناس بتتريس شوي إنه ما في ناس عندها رغبة يعني بالانتقام باستمرار الوضع، ما عندها رغبة يعني. واليوم عمليا إنه فيهم يعتبروا هن الثورة إنه مهزومة. يعني اليوم اذا بناخذ مثلا، ما بقول صور المسيحيين بس الصور بهذه المناطق، اذا بنطلع على نتيجه الحقيقة الوزير جبران باسيل يعتبروا هن مهزومين قياسا على الكلام اللي كانوا يقولوا له اياه والحمله اللي يعني كانت باتجاهه وتحميل المسؤوليه. صور السنه اعتبروا انه المهزومين اصلا. انا انه سالتيني عن هالمنطقه انه هودي عمليا مهزومين. صح. يعني السنه مش اول مره بيقولوا بياكلوا قتله، يعني هيدي انه صاروا ثالث مره. من سعد الحريري اسقطوا قبل بمره من الرابيه، ثاني مره يعني انه صار معهم. شو بدي ارجع لاحداث سابقه، عن في امبارح الرئيس سعد الحريري اوكي بخطوه كبيره وانسانيه واحتراما للناس قدم استقالته، بس كمان يعني عم بتكون يعني هن عم يدفعوا الثمن، انما لانه لازم هو الاداء المذهبي ما عم تاخذ هالبعد. بس طبعا السنه مجروحين، يعني في رده فعل حتى بالبيئه الشيعيه، في حركه انه نحن بدنا شيء جديد بقى بي 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 بالبلد للمستقبل لنواكب المرحلة الجديدة. من هيك انه بهذه المناطق عم اقول لك انه عملية تريس. طيب خلينا نحكي عن في شوية ايجابيات يعني بهذه الحكومة، اذا بدنا نحكي بالشكل. في عنا ست نساء للمرة الأولى بتاريخ لبنان بحكومة. جيدة، خطوة جيدة. منهم ولازم منهم يعني مراكز مهمة مثل نائبة الرئيس ووزيرة الدفاع. خطوة جيدة ولازم يعني المرأة يعني نص العالم. بدنا نحكي هلا وجدانيات يعني انا عم بحكي انه هذا طبيعتي، ما بحب احكي يعني الا بالوقائع العمليه. خطوه جيده اكيد الاسم له اهميه اعطى المرأة دور وبينت مثلا بعده ادارات حتى في نساء قادرين يعني اكثر من 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 اشخاص. حتى مره هون على البوديوم عندكم عبرت عن موقف، قلت انا انه في قضاة خاصه القاضيات
كثير عم بيكونوا يعني ديناميين باعمالهم وبيكونوا جديين. ليش؟ يمكن لانه طبيعه العمل عند المراه ما تنخرط بشأن اجتماعي كثير وتكون حادة وبعيدة، ما عم بحكي هلا اني تبع حدا يبلشوا يقولوا عم بوصفها، بتكون عملية أكتر جدية أكثر وتنصرف إلى شغلة بالواقع اللبناني، بينما لأنه نحن في عنا التداخل بين الواقع العلاقات الاجتماعية والسياسية والشخصية، مشان هيك عم أقول حتى مع المرأة، حتى مع المرأة يمكن ما فيني أزم ما لها علاقة بالمرأة كمرأة، يمكن يكون إذا مطلوب منا شيء مش مقبول ما تقدر تعمله. رح نرجع على الذوق مع ميرالا أبو خليل، يبدو إنه في تطور. ميرالا تفضلي، شو الجديد عندك؟ نعم نادين، يعني الجديد هي بس نفرجي شوي الصورة، يعني كيف أصبحت عم نشوف مع الزميل رواد جيرمينوس هيدا الجسر يلي تم قطعه عند ساعات الصباح بالإطارات المشتعلة. عم نشوف وجود للقوى الأمنية وحاوية ل يعني نفايات يلي تم إشعالها أيضا بساعات الصباح. منذ لحظات قليلة أتى يعني صهريج للمياه وعمد على إطفاء النيران يلي لا تزال كانت منبعثة من الإطارات يلي تم إشعالها بساعات الصباح. عم نشوف إنه السير عادت الحركة يعني شوي إلى طبيعتها نوعا ما، خصوصا بهذه الساعات من النهار لأنه بتكون العالم متوجهة إلى عملها. عم نشوف يعني على المسلك الشرقي عفوا الغربي زحمة خانقة يلي هي الأوتوستراد المتوجه يعني إذا فينا نقول من جبيل صوب بيروت، وحتى الطرقات الداخلية يلي عم نشوفها هلأ عم نشوف الزحمة فيها يلي هي طبعا هذه الطرقات يلي سلك المواطنين عوضا عن الأوتوستراد وذلك لتجنب يعني الزحمة يلي كانت على الأوتوستراد بسبب قطعه. بعد يعني الحركة مثل ما ذكرت عجقة بهيدي اللحظات، كان في وجود للقوى الأمنية ولكن بهيدي اللحظات يعني ذهبوا من هيدي النقطة ولا وجود إلا لبعض عناصر قوى الأمن يلي بعدها عم بتنظم عملية السير لما يصير في زحمة أخرى. حتى الساعة لا انتشار للثوار من جديد، الطريق قطعت وعمد الجيش على فتحه والزحمة بطبيعة الحال عم تتحلحل مع الوقت وذلك لأنه الطرقات فتحت بالسوق. شكرا لك ميرالا. استاذ سيمون احنا رح نتوقف مع فصل قصير وبعده منتابع مشاهدينا الحديث مع استاذ سيمون ابو فاضل. نعود مشاهدينا إلى هذا الحوار مع السيد سيمو أبو فاضل. استاذ سيمو، من بعد ما ولدت هالحكومة بلشت بعض ردود الفعل المحلية إذا فينا نقول، عدا رد الفعل تبع الأمين العام للأمم المتحدة المرحب بتشكيل حكومة فقط من دون تفاصيل، عنا في كان موقف لجنبلاط اللي قال في أي حكومة هي أفضل من الفراغ لأن الآتي أصعب ومن الأفضل أن نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الأمم. شو رأيك بهالموقف؟ طبيعي ما كنا عم نقول أنه الجميع عم يحكي بموضوع الحكومة، البلد بحاجة لحكومة لأنه في يعني البلد بده إدارة، بده إدارة بالنتيجة هي تمشي الوضع السياسي والاقتصادي. في ملفات كبيرة إلا نفط وفساد و قضاء يعني اقتصاد. يعني هيدا اول تويت لاستاذ جنبلاط، نشوف مثلا الثاني الثالث لانه اكيد بده يكون عنده ملاحظات بعدين على ضوء الاداء، يعني على ضوء مواقف بعض الوزراء، على ضوء مواقف تصدر عن رئيس الحكومه، انه عمليه انه امبارح قال هو كمان يعني عمليه انه الترقب طبيعيه، لانه امبارح كمان قال انه فنش نعمل كمعارضه، يكون في عندنا معارضه موالات. يعني تنشوف انه هذا موقف جيد لفريق منه بالحكومه انه نعارض من باب العمل الديمقراطي السليم، بس لا منه حاسم ربطها باللعبه امام انه في تحولات بالمنطقه مثل العاده، ومظبوط هذا الواقع انه في اشياء كبيره طبعا نحن في خضم هذه التحولات، خاصه اذا كانت الحكومه
ستذهب يعني الى هاي الحد انه اعتبارها مواجهه ومواجهه التحديات عم بتصير ومواجهه السياسه الامريكيه بالمنطقه وفي اتجاه لبنان في عقوبات يعني على حزب الله ومرتقب بعض الاشخاص؟ يعني طبعا اذا راحت الحكومه في ظل التحول بالمنطقه بعد مقتل سليماني قاسم سليماني في واقع جديد بالمنطقه، هل انه هالحكومه ستكون على خط انه تكون هي راس حربه لمواجهه في ظل تسويات مرتقبه يوما ما على ضوء توازنات جديده وتفاهمات جديده تنقول او تقليص دور ايران او تفاهم وسطاء يعني جديد؟ مشان هيك طبعا في قلق عند الجميع انه البلد يكون بالواجهه بيكون في غيرنا عم يعمل تفاوض. الحكم رح يصير على الاسماء، على البيان الوزاري ام على العمل؟ كله بيلحق بعضه. كلهم على بعض. طبعا كله بيلحق بعضه، عمليه الحكومه قلت لك ليش، الحكومه رئيس الحكومه كيف يتعاطى؟ قديش قادر هو يضبط ادائها، يضبط يعني اخطاء وزرائها؟ الوزراء بحد ذاتهم قديش هن وان كانوا كفؤين وعندهم مقدرات قديش قادرين كمان يعني يترجموا مقدراتهم بعيدا عن تاثيرات سياسيه تاخذهم على الزبائنيه وتدوب كفاءاتهم؟ هيدي عمليه متكامله بدها تبين يعني ليش بيقولوا دائما انه جرب الشخص، التجربه هي المعيار هي المحك. الرئيس بري قال انه الاولويه هي للموازنه هلا، وحتى لو ما صدر البيان الوزاري رح تنعقد الجلسه ب 27/28 للبت بالموازنه، برأيك هذا الموضوع شو بيعني؟ هو قال انه هي محدده قبل كانت الرئيس بري يعني انه طبعا من القوى اللي في اعتراض عليها انه هو من الناس اللي الطقم السياسي اللي مرتكب مخالفات، انما يعني يمارس دوره التشريعي يعني بمسار انه قانوني انه اليوم فينا نعمل بدنا نخلص لانه ما فينا نتاخر، لانه يعني بده يقطع مراحل، بده يبين عن انتاج المجلس، عن الشغل انه انا عم بشتغل، انه انا عم يعني عم يعني عم شرع، انا عم بعمل جلسات، انه انا بشهد بالعمل، انتم روحوا على شغلكم كمان. في عنا كمان موقف للرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، قال الرصاص المطاطي أصاب أذان وأعين القيمين على السلطة فلم يسمعوا صراخ الناس في الشارع، أكيد بالإشارة إلى الحكومة، ولم يشاهدوا ماذا يحصل فمضوا في تكريس نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة حمى الله لبنان. ما كان في محاصصة أيام الرئيس ميقاتي؟ لا، خلينا أول شيء يعني نقول أنه بالنتيجة هذا مسار يعني من المحصصات بالبلد منه جديد، بس هو عم بيسجل على هالحكومه، يعني عم بيسجل على الحكومه ما اخذ ليش؟ هو اجى بظرف مختلف وكان يعني شكل تحدي ما في شك وما قدر استمر لانه ما كان عنده غطاء سعد الحريري، ما كان عنده غطاء كمان مسيحي، انما كان عنده يعني اتعاب انه تعب 11 وزير وقتها من قبل التيار الوطن الحر. هو عم يحكي على المبدا، انه المبدا انه هذه المطالب ما تجاوبت الحكومه بتاليفها، انما مزبوط هو يعني انت ما اكون عم بعمل اطراء معك، انه مزبوط رئيس ميقاتي مثل كل حكومه وعينا وقطعت معه وقت وبين كان في محاصصه ان هذه موجوده، انما هي عمليه انه تماهي مع الشعب انه الشعب بده غير حكومه، مزبوط هذا الواقع انه هلا صرنا بمرحله مختلفه، لازم هلا كلهم صاروا ديمقراطيين، كلهم بيحكوا انه الديمقراطيه واحترام العالم ومراعاتهم، وهن اذا وهن اذا بيقدروا يعني مثل ما عملت القوى الحكوميه احتقرت الثوار، هيدي الحكومه يعني انا بقول لك البلد حزين، يعني انا ما عم تفرجيني الصور بتشوفي بالحزن بالبلد، البلد حزين كئيب نتيجه هذه الحكومه، بس هي حكومه احتقرت الثوار، هن في هدف عند هذه القوى السياسيه يفهمون للعالم انه قد ما تطلعوا بصوتكم انتم قد ما تتحركوا نحن مندجينكم تييأسوا ما يعودوا يقدموا على خطوات ثانيه، هي عمليه هيدي حكومه تدجين الثوار وضبطهم وقطع الامل عندهم وقتل احلامهم ودفعهم لعدم التفكير ببلد ممكن يكون افضل، هذه الحكومه لا تحمل اي امال انا بدي اقول بالاداء اللي بدها تترجمه، ما لنا إلا علاقه بالكفاءات، انا بدي اقول لك في ناس جوا بدهم يدوبوا بكفاءاتهم بدهم يصيروا هن يعني بدهم يمشوا على ريموت كنترول وينفذوا سياسات خطا. قبل ما اسالك عن التحديات الخارجيه السياسيه اللي ناطره هذه الحكومه بدي اكفي بردود الفعل، القوات قالت خلافا لاراده الناس ولمتطلبات المرحله الاقتصاديه، القوات تعتبر بشكل صارم ان اي حكومه على شكل سابقاتها لجهه تحكم الاكثريه القائمه بقرارها سيكون مصيرها الفشل.
لأنه إدارة البلاد هي التي أوصلت إلى الانهيار. بالقوات يعني شو مستنزلين من حكومة إنه حزب الله عم يشكلها وميشيل عون؟ طب ما هن يعني هذه نتيجة انتخاب ميشيل عون، هي نتيجة ترشيح القوات اللبنانية للعماد عون الإجمالية. هذه الحكومة هو بده إياها العماد عون. يعني القوات ما كان لازم يتفاجئوا لأنه هذا أداء لحليف لألون اعتبروا بلحظة معينة أنه نحن وياه هذا الشخص نتقاسم المسيحيين، هو يجي الإجمالين نحن نتقاسم المسيحيين معه. اليوم هذه النتيجة، يعني ما لازم يستغربوا. أنا ممكن يعني إذا قال هالكلام فارس سعيد، إذا قالته القوى السياسية يعني اللي هي رفضت انتخاب ميشيل عون كانت تتوقع نتائج كتائب أحدهم كانوا يتوقعوا نتائج سلبية، بقول أوكي صابوا. بس القوات مفترض تتوقع، بعدين القوات كان قدامها خيار سعد الحريري لم تقدم عليه. يعني كان ممكن رغم كل خلافها مع سعد الحريري يكون إذا في يعني أخف وطأة على يعني عليها هي وعلى خياراتها وعلى يعني واقعها من مجيء هذه الحكومة. ألم تصوت لسعد الحريري انسجاما مع شرع القوات؟ ما بعرف، انا يعني ما فينا اعرف ليش، لانه حكى انه مش قادرين وتماشي مع الثوره، وحكي دكتور جعجع عمل حديث بالشرق الاوسط حكي كان يمكن واضح في انه لا قدرنا انتخبنا سعد الحريري، وضح يعني كان لازم يطلع هذا السقف من المواقف تيكون في نقاش بين الفرقاء. بس ما بعرف ليش تغير الموقف. انا حسب معلوماتي انه عندما كان الدكتور غطاس خوري بمعرب صار في اتصال بالرئيس الحريري وتبلغ انه الدكتور جعجع سيعيد، وبعتقد حكي معه كمان، تغير الموقف يوم الاثنين تحت شعار انه الشارع ما بيتقبل. تبين الشارع اليوم انه كان ممكن يكون متقبل سعد الحريري اكثر من حسان دياب. يعني انا يسن الى هذا يعني الوضع لانه سعد الحريري تماهى معهم، يعني استقال جواب معهم. اليوم بينت انه التركيب اللي كان يعملها سعد الحريري افضل من هيك، وبعده عم بركز انا اريد انه اتي بحكومه اختصاصيين مش مثل ما بينت بهالحكومه. يعني كانوا القوات بعتقد ما خسروا اكثر ما هن اليوم خسرانين. يعني بتعتقد انه القوات اخطات بعدم تسميه الرئيس الحريري؟ هلا هن بيقولوا اعتباراتهم، بس انا بقول بالسياسه رغم كل اللي صار بينهم وبين الرئيس الحريري بموضوع يعني اذا بدي اصير هون فوت اكثر البيضة والدجاجة، هن بيروحوا بعيد كثير بموضوع الاقليم والمشاكل اللي صارت مع الرئيس الحريري. لا خليني اكمل. يعني بس انا بقول يعني رغم انه في بعض نقاط التلاقي يعني هيك العلاقات الخارجيه الخط السياسي العام كان انه افضل كان سعد الحريري يتم اختياره انه استسميته من القوة اللبنانية من انه يكونوا بعد الاتيان بميشيل عون يكونوا هن متفرجين على المجيء بالرئيس حسان دياب. بس لو تعتبر انه هي تلقت طعنات كثيره من رئيس سعد الحريري مزبوط. من خلال يعني اعطائه الاولويه لجبران باستيل لتيار الوطن الحر، يعني بدا عليهم وعلى على القوات يعني فريق ثاني بالوقت اللي كانت القوات مع الحريري بكثير من المواقف داعمه. هذا الموضوع يعني مش سهل. يعني سألتينا عنه بدي ارجع افوت فيه، قلت لك مثل البيضة والدجاجة، مش بس له علاقة بانتخاب العماد عون، له انتخاب له بدي ارجع لورا، له علاقة بوقت استقالة الرئيس الحريري. القوات بتعرف انه الرئيس الحريري وقت استقالته انه كيف كان موقف القوات، بالنتيجة انه انا مع انه المسؤول ما يعمل ردة فعل. يعني مثل ما عمل انه دكتور جعجع اذا كانت ردة فعل ما لازم يعمل، كما انه الرئيس الحريري ما لازم يعمل ردة فعل. بس اذا الامور مبلشه من وقت اللي صار بخارج لبنان من وقتها وفي يعني في شكوك وفي هذا الواقع انه فيلت الامور. بس انا عم اقول بلحظه معينه يعني القوات عم تبين انه نحن في تحالف استراتيجي مع سعد الحريري. طيب في مقابل مثلا حزب الله، في مقابل مثلا النظام السوري، انه يقتضي الامر تعيين يعني تسميه سعد الحريري. انا هيك بقول يعني هلا هن عندهم مآخذ بالشخص انه ما كان في تواصل افعل، انه لو زارنا سعد الحريري كنا منه مشان قواعدنا قدرنا نعنيه انه لا في في مرحله جديده في هذا النوع من قلت لك قصه عم ارجع عيدها مثل قصه البيضه والدجاجه. انا بالنهايه بقول كمراقب يعني مثل شفنا النائب مثل شفنا السيس نعمان الفرنجيه شو بقول، او شفنا يعني الحلفاء شو بقولوا بالخط، انه بالنتيجه يجمعنا هو الخط السياسي. اذا كان بيجمعنا الخط السياسي كان مفترض يكونوا يعني هن اختاروا سعد الحريري. مجموعة الدعم الدولية قبل ساعات من اعلان تشكيل الحكومة وهي كانت اجتمعت ببيروت على مستوى السفراء عفوا سجلت بقلق بالغ استمرار غياب حكومة فاعلة
ضرورية لإدارة الأزمات وتلبية مطالب الشعب، وبتقول كلما طال غياب وجود حكومة فعالة ذات مصداقية وقدرة على تنفيذ الإصلاحات تضاعفت المعاناة التي يواجهها الشعب. يعني وكأنه كان الاتجاه بالدفع بأي طريقة من الطرق لتشكيل الحكومة. برأيك ما بعد تشكيل هيدي الحكومة اللي اجتمع الجميع أن حكومة حزب الله تطغى عليها يعني وجود الوزير جبران باسيل، هل ستبقى مجموعة الدعم الدولية على هيدا الموقف؟ خلينا نبلش من 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 النبع مثل ما بيقولوا. يعني اذا سمعنا السفير ديفيد هيل قال مبعبدا اي نوع حكومه بدنا، يعني بلش بالامريكان اللي عندهم رؤيه وتاثير، بمعنى انه هذا الموضوع ينسحب. طبعا بالاتحاد الاوروبي الاوروبيين الى حد ما فاصلين عن الامريكان بهذا الموضوع، يعني عندهم هامش يدعموا يقدموا دعم في رغبه عندهم انه لازم لبنان ما ينترك. الامريكي غير خياره، يعني ما هو ما عم يروح بعيد، انه كان عنده رغبه بالبدايه انه ما بدنا نتعاطى بلبنان فليسقط لبنان، بعدين بس شاف انه لا، اذا سقط سيسقط بيد حزب الله. اجى السفير ديفيد هيل عمل جوله تاكد على دور امريكا ووجوده على الساحه اللبنانيه، انه نحن في ظل بعد خلافنا مع ايران وما انتهى، حزب الله احد انه حلفاء على الساحه، نحن بننزل على الساحه اللبنانيه بالمقابل. انما بتقول لك انه رغم هذا كله بعد ما بين سلبيات من امريكا بموضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي، يعني بعدم دعم لبنان. الاتحاد الاوروبي قلت لك بالبدايه عنده دائما نظره انه هذا البلد عايش وبحاجه له، وهن عندهم سياسات يعني بالجيوبوليتيك، عندهم حسابات انه اذا بقينا على تواصل مع لبنان، عدا عن انه بندعم لبنان تما يروحوا النازحين السوريين يفلوا لهونيك، صح انه انا اذا ما عندي موطئ قدم فيني احكي من خلال لبنان مع السعوديين مع الاماراتيين، فيني فوت احكي مع اسرائيل على نتيجه التماس العدائي الموجود، يعني انه له مصلحه. وبعدين من بعد عندهم هن الخلفيه الثقافيه الانسانيه، بعد اليوم ما حطوا معايير سلبيه، عم بحطوا يعني انه ما عم تصعبوها كثير، المعايير كثير مضبوطه، انه اليوم ممنوع بقى حدا يسرق، انه اليوم بالعالم هذا مبدا ممنوع السرقه، الاستثناء هو اللي بيصير عندنا واللي بيعتبروه ذكي انه زبط حاله. اليوم اللي صار بمجموعه صفقات مش مقبوله، من هيك اليوم الاتحاد الاوروبي حاط 12 مراقب جداد اجوا موجودين بمقر الاتحاد الاوروبي، رح يتابعوا الوضع اللبناني الاقتصادي، رح يفوتوا على الادارات لانه هن بيعتبروا المكلف الفرنسي الاوروبي اللي عم يدفع للبنان حقه يعرف ان عم تروح مصريات، واذا عم يدعم دوله هن ضمن سياستهم عم يدعموا بافريقيا، عم يدعموا بغير دول، بس عم بتابعوا بلبنان الوحيد مكانه. اليوم عندهم رغبه انه اذا واحد اخذ اموال هن مستعدين وقالوا ستفتح ابواب مصارفنا يعني لاي اجراء قضائي، اي طلب قضائي للكشف عنه، بس مطلوب اجراء من هون، يعني يروحوا مجموعه محامين بعد ما صار في رفع عسريه مصرفيه يقدموا طلبات وتحال الى الخارج وهن متابعين، يعني عندهم رغبه وعندهم رغبه انه توقف الصفقات والسرقات، وهيدا بدنا ننطر كيف الحكومه بدها ترجمه. طيب امام كل الوضع الداخلي اللي مكركب واللي على شفير الانهيار، اذا ما قلنا انهيار، خصوصا انه عندنا استحقاق مالي مهم ب 9 مارس، اذا لبنان ما دفع هذا الاستحقاق نعتبر ان احنا متخلفين عن الدفع، لا يبدو حتى الان الاموال مرصوده لهذا الموضوع. امام هذه الحكومه تحدي خارجي كثير كبير وسط كما قلت كل ما يجري في هذه المنطقه. البيان الوزاري سيحدد المسار العام للسياسة لهذه الحكومة، هل هالحكومة رح تقدر تمشي بين الألغام أم رح يكون موقفها يعني بناء على الوجوه الموجودة فيها حاسم بالنسبة لسلاح المقاومة؟ أولا هذه حكومة ما فيها تمشي بين الألغام، بدها تواجه ألغام. بموضوع سلاح المقاومة صار واضح أنه البيان القديم بده يعتمدوه، سيعتمد البيان القديم، طلع كلام مثل ما بيقولوا هيك بالإعلام تسريبات أنه البيان القديم، يعني ما أنه هيدا إذا مش أكثر، بس يعني بعتقد حق الشعب في المقاومة. بعتقد يعني ما راح يطوروا هذا لعدم يعني اللجوء الى تحدي، انما يعني راح يتم اعتماده. موضوع سلاح المقاومة اكيد لا ما راح يطرح، يعني ولا ممكن ينطرح من هذه الزاوية، لانه مش قادرين يعني، ولا هن عندهم رغبة، يعني هن حلفاء المقاومة، حتى اللي هن كانوا على خلاف مع المقاومة كانوا يتعاطوا مع الموضوع مش من باب بحذر، خاصه هذا الموضوع صار يعني هلا لبنان لازم يتعاطى مع الموضوع من باب انه المعركه مش هون، يعني المعركه صارت ايران امريكا، وقت اللي تم
قتل سليماني فتنا بمرحلة جديدة هي الترجمة العملية الأمريكية لتقليص النفوذ الإيراني. أولا من خلال عمليات أمنية شفنا أنه بعد اغتيال سليماني والمهندس اغتاله تاني يوم مسؤول آخر بالعراق. النقطة الثانية أنه في إجراءات بعد يومين ثلاثة بعد جمعة عملوا إجراءات عقابية على المصانع. ايه مردوا هون الشباب على رياض سلامة على مصرف لبنان اعتبروا انه المصارف يعني اللبنانية هي جزء من التولز الأداة الأمريكية. من هيك شفنا التعدي على مصرف لبنان. يعني هذه هي انه نحن اليوم ما لازم مش نحن هني كقوة سياسية انا بدي ما لازم يكونوا يلعبوا لعبة بالوقت الضايع. اليوم في مواجهة إيرانية أمريكية على أمل انه يبقى حزب الله يعني يقظ. ما فيني أقول أنا شعر انه ما يكون لبنان اداه للمواجهه ما يدخل ما إيه لانه بلحظه يعني اكيد ما في تفاهم في اتفاق بلحظه معينه. هلا بعد انتخاب ترامب على ضوء مشكل اليوم شفنا يعني. شفنا انه الرد الايراني لا يتخطى يعني الرد الايراني قياسا الى مقتل سليماني وحجمه. يعني انا بشوف حماس اذا انجرح فلسطيني بيضرب على اسرائيل 100 صاروخ بالليله. اللي انضربته ايران لا يقارب يعني بتهديداتها ابدا. يعني منشان هيك مبين انه ايران غير قادره. فاذا نحن ما لازم يكون نحن راس الحربة. طيب ولكن في بعض الصحف او بعض المواقع تحدثت عن انه بعد مقتل سليماني قد يتصاعد او تتصاعد اسهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالنسبه ل خلينا نقول دوره الإقليمي كونه هو العارف الأكبر بالأرض من بعد سليماني. كان على تنسيق مباشر خاض الحرب السورية بيعرف الوضع بالعراق كمان باليمن. هل هالموضوع رح يرجع يحط لبنان من جديد بالمواجهة مع المجتمع الدولي؟ بالأساس نحن عانينا يعني على الشعب اللبناني يعاني. أنا بحكي كمواطن والدولة تعاني من هذا الخطاب من خطاب السيد حسن نصر الله العدائي تجاه السعوديين والإماراتيين والخليجيين. لأن بالحقيقة دول مفضلة على لبنان وعم شفنا هلا بالنتيجة عم نشوف اليوم أعمارهم منهم بحاجة للبلد يعني لبنان. بس إنه هذا النوع من العداء والتعرض لمراجعهم إضافة إلى موقف الممانع لرئيس الجمهورية يعني كمان وموقف أدى إلى عزل لبنان عن هذه البيئة. اليوم عم ندفع ثمن يعني وشفنا اخر محاوله كانت من شي 5 أشهر عندما راح الرئيس الحريري على الامارات وبالاجتماع اللي يعني كان فيه يمكن ولي العهد والرئيس الحريري والسفير الشامسي اعلنوا رفع الحظر مش هيك؟ صحيح يعني انه طب انه بالكاد يعني مثل ما بيقولوا انه انعمل خطوه مؤخره. اليوم اذا السيد حسن سيكون ما صار لهم ينفذوها بسبب اللي صار لا بس انه اليوم اذا شفنا صار في رحنا على هذا المحور. يعني اليوم هو عنده امتداد كنا عم نحكي انه متمدد وهن شو خلى يعني السعوديين والخليجيين عندهم هذا العتب على لبنان انه انتم اليوم ساكتين وحاضنين حزب الله القوى الحليفه لنا بوقت انه حزب الله يدرب ويقاتل ضدنا. يعني هيدي النقطه اليوم اذا لبنان بده يكون هو المقر القيادي لهذه المعركه بدها ترتب على لبنان اكثر من هيك. يعني مش بس دولار ما بيجي على لبنان ما في بالدولار على لبنان مدام مش لانه رياض سلامه حاطتهم بالجارور لانه في عقاب انه انتم بدكم تقولوا يا لبنانيه عم بحكيكي كلام انا سامعه امريكي صحيح انه انتم بدكم تقولوا نحن بنجيب من ايران ومن الصين ومن روسيا وبنزرع ومش هممنا. طب تفضلوا عندكم محلين يا بدكم تروحوا بهذا الخيار وما في دولار او بدكم تجيبوا غسالات وايفون وفي خيار دولي منفتح يحترم الانسان يتجه الى السلام العادل. يعني في خيارات. مشان هيك اذا حزب الله سيكون حول لبنان الى مقر قيادي لمحور الممانعه اكيد في مترتبات علينا ما في يتحمل البلد. طيب في عنا يعني هل بتعتقد انه هذه الحكومه ستهمل الملفات اللي لها علاقة بالخارج مثل النازحين مثل ما بعرف بلكي المخيمات الفلسطينية مثل علاقاتها مع إيران وسوريا واليمن مقابل التركيز على الأزمة المالية الاقتصادية رح تكون الأولوية هون؟ لكن اليوم بوجود يعني في تعارض مثلا صار شيء طارئ إقليمي لا يعني اليوم شو رح نعمل؟ طارئ إقليمي بأي حجم؟ تجدد بعض المعارك هلا عم بيصير بالشمال السوري على خط تركيا
ان هذه بعد ما في انعكاسات سريعه عندنا رغم وجود تمدد تركي كمان على بشمال لبنان، انما يعني مش رايحين احنا بلبنان على هذا الصراع، مش رايح لبنان على هذا الصراع، انما بموضوع النازحين يعني التيار كثير يعني هذا الموضوع بتابعه بجديه هو والجمهوريه بتابعون التيار، يعني مفترض بهذه الحكومه يعني يزخموا هذا الموضوع. هلا اليوم هن حكومه يعني ما راح يكون في كثير اعتراض على يعني هذا الخيار فيها. حزب الله رغم التباين بينه وبين الرئيس السوري بعوده النازحين، طبعا حزب الله يريد التقليل من العنصر السوري على الساحه اللبنانيه لمذهبيته السنيه نتيجه وجود هذا الواقع الكم من يعني التاثير على الديموغرافيا. حزب الله يريد العوده والتيار الوطني يريد اعادتهم كمان او عودتهم، طبعا نقول اعادتهم لانه انما النظام السوري لا يريد لعدم لكونه من الطائف السنيه، بس انما اذا في عمليه فعليه يعني عم بيقدم عليها بتكون عمليه جيده. من احدى انجازات الحكومه هي عمليه تامين تقليل العدد السوري على الساحه اللبنانيه. هلا ملفات الاخرى انا برايي بدها تيجي على وضعها يعني على كعبه. اولا بعدني عم برجع على نقطه اساسيه، بدنا نشوف كيف بتحدد اولوياتها. اليوم بالبلد كان في حكومه 2006 اجت 12 اذار، يعني رح اعطيك مثلا محدد، مثلا وزير الخارجيه جبران باسيل، هلا صار في عندنا وزير خارجيه اخر اللي هو نصيف حتي. وزير الخارجيه جبران باسيل كان عنده بالفتره الاخيره موقف بالنسبه للطلعه الى سوريا وعودتها الى جامعه الدول العربيه. هل بتعتقد انه هيدي الحكومه قادره تتعاطى بهذا الملف بنفس الطريقه؟ هل قد صريح ومواجه؟ بأدار الماضي يعني بأدار الماضي كان في وفد فرنسي موجود بسوريا وكان معهم اللواء عباس ابراهيم. وبيحكوا انه بتعرفي بالامن بدهم يحكوا مع بعضهم. بينحكى مع الوفد الفرنسي عن علاقه فرنسا مع سوريا. بيطلبوا السوريين انه بدنا اعاده العلاقات، تفتحوا سفاراتكم، يصير في اعتذار. المبدا انه يعني سوريا طالب بس المجتمع الدولي رافض. يعني ممكن يصير في حل حالي يعني لا انه هل لبنان في يعني رئيس عون الحكي بالامم المتحده الوزير باسيل اللي حكي بالحدد على خلفيه حسابات رئاسيه كله تغير. اليوم صحيح انه صار في حكومه جديده من لون واحد، بس هذه يعني ما لنا محصنه تتحدى المجتمع الدولي وتروح على سوريا، لا في مترتبات. اليوم مش مقبول من لبنان، انا بقول لك نقطه ثانيه، قد يكون في مصلحه لبنانيه بالتعاون مع سوريا، انا هيدي واحدة مصلحه اقتصاديه، مصلحه اقتصاديه امنيه من عده ابواب. ما بدي يعني انا عم بحكي بمادة الدول ما في شيء مغلق، صح، بس انا عم بقول انه عم بحكي مجتمع دولي ونحن متاثرين فيه، في بيئه عربيه، في مجتمع دولي لبنان عليه انه يراعي. يعني ما بيقدر لبنان يكون بهذا النوع من التحدي، يعني مثلا للمجتمع الدولي انه بهذا بكفي. امبارح وصار في بالسعوديه التعرض لقصف ارامكو يعني هي مش كمحققه نفط، هي كعمليه اعتداء على سياده الدوله. ما صدر اي موقف لبنان وقت مقتل سليماني انه طلع مواقف من الجمهوريه من وزير الخارجيه. هيدا المطلوب اليوم واحد يحدد المواقف، يعني ما فينا ناخذ نحن لاهواء رئاسيه البلد على 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 مضاعفات، ما بقى في البلد يتحمل، تحملوا ب 88 البلد دفع حقه كثير، اليوم عم يرجع يدفع ثمنه، ما في يتحمل البلد بقى اهواء رئاسيه تحت ونلعب بالبلد، الشعب عم يدفع ثمن، المسيحيين اكثر ناس عم يدفعوا ثمن، خاصه انه في ظل الفراغ القيادي. اليوم للاسف الزمن اللي يعني قياده وكنسه، اليوم مسيحيين يتامى بعيدا عن انه وجود احسابهم، اليوم ما في بقى اليوم يعني الشخصيات اللي هي قادره تقشع على المستقبل، قادره تحل وتربط، لا اليوم نحن هلا بعدين يعني في اسف في مأسق مسيحي، اذا المسيحيين بدهم يعيشوا 15 20 سنه بعد على جو صدام دايم بين القوات والتيار، يعني في مشكله، يعني لازم يكون في حاله فاصله بيناتهم، يكون في طقم سياسي جديد بالانتخابات، ما فيهم يستمروا بهذه الطريقه،
يعني المسيحيين لا عم بقول لك على حساباتهم انه رئاسيه من باب زياره سوريا، على حسابات انه رئاساتهم بالداخل لا يعني خيارهم استراتيجي غايبين عن دورهم بالبلد ملحقين صايرين. في موضوع بدي احكي فيه قبل ما يخلص وقتنا استسيمو، بالنسبه لمطلب هو قديم بالنسبه لساره ولكن تجدد الحديث فيه بالايام الماضيه من بعد ما اثاره رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بالنسبه للانتخابات النيابيه المبكره. حكي شيء عنه الرئيس دياب انه بدنا نشتغل على قانون انتخاب امبارح لما اعلن التشكيله، هل بتعتقد انه المدخل للاصلاح الحقيقي بالبلد لتغيير الطبقه السياسيه هو انتخابات نيابيه مبكره بتعطي نتيجتها بتعتقد بهيدي الفتره؟ ايه اكيد، بس امبارح اللي هو اذا اجينا القانون يعني بعتقد الحكومه لن تقدم على موضوع الانتخابات لانه اولويه اليوم لموضوع الاقتصادي، ملف المعيشه الاجتماعي، الناس جعانه عم بتنام على الطريق بالمستشفيات، في ناس ما عم تقدر تفوت، يعني هذا الموضوع له توقيته. بس انا بشوف انه قانون الانتخاب اللي كان موجود ما كان قانون عادل، يعني ظلم العالم، عمل محاصصه، كل واحد كان عارف قديش عنده جايب بالطالع او بالنازل واحد او اثنين. هلا القانون الجديد هل بغير بالبلد؟ يعني يفتح كمان باب الديمقراطيه عند الثنائي الشيعي؟ يعني هل تتغير مثلا تفرق عند الثنائي الشيعي بصير في حاله جديده او تتبقى مغلقه؟ هل عند المسيحيين كمان رح يقبلوا المسيحيين بقانون جديد او مقبلين انه خلينا نضمنا نحن غير يعني مسك شو بيقولوا طابقين مثل ما بيحكوا هيك على المسيحيين؟ لانه شفتها بعده محلات انا بين التيار والقوات انه قديش مختلفين، بيجوا على الرابطه المارونيه بيرجعوا ما بيقبلوا يكون في مستقلين، يعني ما بيروحوا بلائحه مستقلين مثلا، بيرجعوا بيتفقوا مع بعضهم، بيروحوا على الاطباء، لا هي المصلحه المشتركه هي على حساب الشعب، بيروحوا مثلا على موضوع ال بعد رح يتفقوا نقابه الاطباء، انا عم انه عم دائما عم يطرحوا انه الشعار المسيحي، انه تحت الشعار المسيحي عندنا هذه المصلحه، يعني هيك عم اقول. طيب بدي اسالك كمان عن بالنسبه لنحكى كثير عن دور للواء جميل السيد بهيدي الحكومه، شفنا هو كان عم بيقول اليوم في اليوم ما في، انحكى عن الوزراء الامنيين هن على علاقه وثيقه في مثل وزير الداخليه، وزيره الدفاع عفوا كمان انحكى انه هي قريبه من هذا الجو. هل تتخوف من عودة يعني النظام الأمني اللي كان على وقت الاحتلال السوري يرجع يتظهر ببعض أعمال هذه الحكومة؟ لك ما في شك إذا اللواء السيد يعني عمل عبدور هذه الحكومة ردت البلد إلى زمن 2004 إذا بتلاحظ تركيبتها كيف كان يعني وقتها. طبعا كان دكتور جعجع بالمعتقل، كان الرئيس الحريري قبل ما يستشهد كان معارض، كان في تجمع قنة شهوان اللي كان موجود فيه سمير الفرنجية، سمير عبد الملك، فارس سعيد، القوات الأحرار، يعني مجموعة الكتائب، يعني عدة شخصيات، وبعدين صار في الليبريستون. يعني بدك أول شيء نحدد يعني هل إنه إذا أول شيء يعني بدي أقول شغلتين، هل إنه واصلين لمحور سياسي بوجه محور؟ بدنا نشوف كيف أداء الحكومة، هل ساعتها نتيجة الخلاف السياسي ما أداء السياسي رح يرجع يعني يضبوا على بعضهم مثل ما بيقولوا سعد الحريري وسمير جعجع وسامي جميل، يعني هذا الفريق 14 أدر. النقطة الثانية رغم إنه امبارح مثلا سمعت وزير الداخلية عم يحكي كلمة يعني عن اللواء عثمان، أوكي اللواء عثمان ضابط ناجح شفاف ومستهل عملية تغيير قائد اليوم بسهولة، يعني مبين عنده شفافيته ومؤسسته، إنما كمان في نقطة مدام دائما أنا بركز عليها إنه إذا بنروح صوب العماد جوزيف عون، إذا بنروح صوب مدير المخابرات طوني منصور ونسائر الضباط تما العماد عثمان إنه شفنا إنه يعني هو عم بأكثر شيء على الأرض عم بيكونوا عم بيصير في خلل، عم يصير في اخطاء وعم يصير في تحقيق داخلي، بس منن الفريق اللي هو بيشبه ال 2004 او اللي كان بال 90، يعني هذا يعني لا يغتال لا يفجر كنائس، بصير في مشاكل يمكن بين الضباط والعسكر وممنوع تصير، وبالتوقيفات ممنوع تصير، بعد ما واحد يتوقف يتزعرنوا عليه عم بالمشرع ممنوع تصير، اخلاقيتهم مرتفعه بتمنع هالشيء، يعني صحيح. التأم السياسي مختلف وحتى رغم الضغوطات ما بتصير، انما ما في شك يشعر الواحد بضغط سياسي يعني يعملوا ضغط سياسي لانه هذا خيار سياسي مشترك سوري وحزب الله، الا انه قلت لك دائما انا بدنا بين قديش هن فيهم يتحملوا هذه المواجهه، تحويل البلد الى بلد امني يعني المواجهه فيه ردات فعل، شفنا بموضوع المتظاهرين كيف طلع بيان عن الخارجيه الفرنسيه. يعني بكره اذا البلد راح نحو حياه امنيه في مترتبات منا سهله.
استاذ سيمون شكرا لك لوجودك معنا دائما بالام تي في. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك للمشاهدين. شكرا مشاهدينا. رح نتوقف مع فاصل قصير وبعدها رح نكون مع لقاء مع الامين العام لحزب الكتله الوطنيه اللبنانيه السيد بيير عيسى.